من وجهة نظركم كيف ترون أهداف السيسي في الدعم اللامتناهي الذي يقدمه لحفتر وميليشياته منذ فترة وحتى الآن، وازدياد هذا الدعم في هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، وهذا الهجوم المتكرر من قبل ميليشيات حفتر على طرابلس؟ يا أخي العزيز، كما يعلم الكثيرين ويعلم من الأخوة في جمهورية مصر العربية، أن النظام السيسي يعاني من أزمات اقتصادية، ويعاني من بطالة، ويعاني في نفس الموارد، ويرى أن في حفتر هو مشروع يمكن من خلاله أن يستولي السيسي على امتيازات أو على بعض الفرص اللي ممكن تحل أزمة اقتصادية. يرى في ليبيا أن إذا استولى عليها حفتر أن هو يفعل فيها ما يشاء. الآن النظام المصري، النظام العسكري الفاشل، هو يعني لديه عديد المختنقات الاقتصادية والأمنية والسكانية، ويحاول أن هو يجد في ليبيا هي توك النجاة لحل هذه الأزمات التي تمر بجمهورية مصر العربية. النقطة الأخرى أن حفتر هو الآن دمية في يد المخابرات المصرية، هذا شك فيه، وأنهم لا يريدون لثورات الربيع العربي أن تنتصر وأن تفرض نفسها على الأرض، لأن انتصار هذه الثورات حيجعل الشعوب تتطلع إلى التغيير ولن ترضى بحكم الاستبداد وحكم العسكر. ناهيك على ذلك كل السماء، هي الفرصة يرى فيها السيسي أنه يريد أن يمدد من سلطانه ومن حكمه، وأن تكون ليبيا حاضقته الخلفية لحل العديد من الأزمات التي تواجه النظام المصري.